هو عمر محمد بسام الصعيدي، ولد في 3 يونيو حزيران 1980 في الكويت، متزوج وله بنتان لين ومايا. هو منشد أردني من أصول فلسطينية، ولد في الكويت وعاش فيها حتى بلغ 10 من عمره، ثم انتقل إلى الأردن. حصل على شهادة البكالوريوس في علم الحاسوب والماجستير في هندسة الصوت، وهو مؤسس ومدير أكاديمية عمر الصعيدي للفنون ومؤسس استوديوهات نايل للإنتاج، وعمل أيضا مهندس صوت ومنشد في مؤسسة الصوت الجديد. بدأ حياته الفنية مع فرقة طيور الجنة عند إنشائها عام 1994، وقدم من خلالها عدداً كبيراً من الأناشيد قبل أن تنطلق قناة طيور الجنة عام 2008 على شاشة التلفزيون، حيث أصبح المدير العام للقناة بعد ذلك وحتى العام 2013، حيث انسحب من القناة وانضم إلى قناة نون الفضائية وشغل منصب المدير العام فيها. كان اهتمام الصعيدي بهندسة الصوت قد بدأ يظهر وهو في 7 من عمره وفق تصريحه، حيث كان مهتماً بمعرفة كيفية دمج الأصوات ميكس في الأغاني، وتطور اهتمامه بالفن بغنائه في حفلات المدرسة. قدم عمر الصعيدي في مسيرته الفنية مجموعة كبيرة من الكليبات الغنائية والأعمال الفنية وعدة ألبومات. غريب ومن يواسيني وطير السعد ناسيني، غريب ومن يواسيني وطير السعد ناسيني، وحيد بعتمتك يا ليل دموعي عالحبايب سيل، يا ليل البعد هد الحيل على شمعة أمل سهران، وحيد بعتمتك يا ليل دموعي عالحبايب سيل، يا ليل البعد هد الحيل على شمعة أمل سهران، عالنور 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 ودينا لأمان وجنان مولانا اهدينا، ارضى عنا يا الله اقبل منا، وقلبي ضحكته صافية ومليان بالدفا وحنون، قلبي ضحكته صافية ومليان بالدفا وحنون، بحبك